تحية نضالية عالية لخريج البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي الذين جسدوا المسيرة الوطنية بالدار البيضاء سلبية للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي من أجل التنديد بهذا الصمت الرهيب الذي تتعاطى به الجهات المعنية مع خريجي البرنامج الحكومي الذين يطالبون بحقهم العادل والمشروع وهو الإدماج في الوظيفة العمومية بناء على مجموعة من الاستحقاقات والوثيقة الإطار المنظمة للبرنامج الحكومي، الشيء الذي يتعاطى له المسؤولين وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي بالإقصاء وبالهروات وبالعصي. نقول لهم نحن نطالب بحق مشروع يكفو له الدستور، يكفو له الدولة حق القانون، نطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية ولن نتراجع مهما طال القمع الذي يطالنا ومهما قدمنا من الضحايا ومن الكسور ومن إلى غير ذلك. مطالبتنا بالإدماج وإلى الجهات المسؤولة بأن تتحمل مسؤوليتها. لا يمكن أن نتحدث عن ميزانية ديال 160 مليون تكلفة هذا البرنامج الحكومي من أجل تخريج العاطلين. هل يعقل أن يضيف هؤلاء الخريجين المدارس العليا للأساتذة؟ وما أدراك من المدارس العليا للأساتذة؟ إلى الآلاف من الخريجين الجامعات كل سنة. لا يعقل المدارس العليا للأساتذة تخرج سوسيولوجيين وسيكولوجيين في منحنى في مختلف دول العالم. لا يعقل أن نبخس هذه المؤسسة التكوينية التي خرجت لنا أطر ذات كفاءة عالية. نطالب المسؤولين، وهنا مناشدة للسيد وزير التربية الوطنية، السيد رئيس الحكومة، السيد مستشار رئيس الحكومة خالد الصمد المسؤول عن هذا المشروع أن يتحمل مسؤوليته وأن يجد حل لهؤلاء الشباب. يجب استثمار الطاقات الشابة في خدمة الوطن. المؤسسة التربوية في حاجة إلينا. لا يعقل هنا بالدار البيضاء نجد أقسام باقتضاد هائل. وجدنا مؤسسة بالحي الحسني وهي مؤسسة واد المخازن تضم 143 تلميذ في القسم. مغرب القرن 21 يضم مؤسسة تربوية اسمها واد المخازن بحي الحي الحسني تضم بعملة حي الحسني تضم 143 تلميذ. لا يعقل. كنقولوا لا لهدر المال العام، نعم للكفاءة. هؤلاء يشهد لهم رئيس الحكومة بالكفاءة والسيد خالد الصمدي. نقول لهم إدماجهم إن كانوا ذوي كفاءة عالية، إدماجهم واجب قانوني واجب وطني، سلبية لنداء المدرسة الوطنية وللشعب المغربي وحق التمدرس ديال كل تلميذ في الطاولة، ماشي ثلاثة في الطاولة. وتحية نضالية عالية، والمعركة مستمرة وستظل مستمرة إلى غاية سلبية حقنا العادل والمشروع. وشكرا. أجيو بلاتي فين غاديين؟ لا بغيتو الجديد يوصلكم في الحين وبرمجتعين، دابا تابونا في لاشين يوتيوب ديالنا، ديرو جيم في لاباج فيسبوك هبة بريس، وكاع بارطاجيو أخبارنا.